ننتقل مع حضراتكم لصعيد مصر واللي بيشهد تنمية على مستويات مختلفة، من أول مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية اللي بتوفر فرص عمل للشباب، وكمان تطوير القطاع الصحي اللي بنشوفه من خلال بناء مستشفيات حديثة للتسهيل على أهالينا في الصعيد فيما يتعلق بمشقة السفر للعاصمة. بقى كل حاجة متاحة داخل المحافظة. خلينا نروح دلوقتي لرسالة زميلي أحمد الأفيوني من محافظة قنا علشان ياخدنا في جولة من داخل أول وحدة لجراحات المناظير في مستشفى قنا العام. نتابع. أعزائي المشاهدين، من محافظة قنا وتحديدا من وحدة جراحات المناظير بمستشفى قنا العام، الوحدة الأولى هنا في المستشفى والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 7 مليون جنيه لخدمة أبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد. هذه الوحدة التي ساهمت بنصيب كبير في تخفيف عبء السفر على المواطنون هنا في جنوب صعيد مصر إلى محافظات القاهرة وأسيوط لتلقي خدمة علاج وجراحة المناظير العام. للمزيد من التفاصيل دعوني استقبل معكم الدكتور محمد الدين، مدير عام مستشفى قنا العام. دكتور محمد، في البدايه برحب بحضرتك، يعني لو تطلعني على تفاصيل اكثر حول هذه الوحده واهميتها ودورها في خدمه ابناء محافظات جنوب صعيد مصر. اهلا بك استاذ احمد في مستشفى قنا العام. طبعا تعظيما لمجهودات الدوله المصريه في تحسين جوده الخدمات الطبيه المقدمه للمريض المصري وعلى وجه الخصوص المريض الصعيد مصر في محافظة قنا. تم إنشاء وحدة للمناظير الجراحية بمستشفى قنا العام منذ بضعة شهور. الوحدة دي بتكون من أو بتعمل في 3 تخصصات جراحية: تخصص الجراحة العامة، تخصص النساء، تخصص المسالك البولية. فساهمت الوحدة بقدر كبير في تقديم خدمة متميزة لمرضى محافظة قنا. طبعا المرضى دول كانوا بيتحملوا مشقة السفر للمحافظات المجاورة لتلقي هذه الخدمة. دكتور محمد، يعني هذه الوحدة كما ذكرت هي الوحدة الأولى في محافظة قنا، كيف ساهمت هذه الوحدة في قضاء على قوائم الانتظار يعني تأكيدا لمبادرة رئيس الجمهورية القضاء على قوائم انتظار المرضى هنا في إقليم جنوب صعيد مصر؟ طبعا الوحدة ساهمت بشكل كبير في الانتهاء أو القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية في تخصص المناظير، لأن طبعا في السابق المرضى والحالات دي كانت طبعا تسافر لمحافظات اخرى، فطبعا كانوا بياخدوا مواعيد انتظار بالشهور عشان الدور بتاعه حتى ياتي دوره في العمليه. لكن بمجرد ما احنا يعني تم الانتهاء من تركيب الوحده داخل المستشفى بدانا على طول العمل بها، فجميع هذه الحالات اللي كانت واخده مواعيد بعيدة طبعا تم الانتهاء من هذه الحالات في التخصصات اللي هي المختلفة: الجراحة العامة، المسالك، النساء. محمد، يمكن الوحدة هنا تستقبل المواطنين هنا في محافظة قنا وتقديم الخدمة بالمجان لجميع أبناء محافظة قنا وأبناء محافظات جنوب الصعيد، يعني أهم الإجراءات والأوراق اللي بياخدها المريض عندما يأتي إلى الوحدة هنا حتى يتلقى الخدمة بالمجان داخل هذه المستشفى وداخل هذه الوحدة تحديدا؟ فطبعا الوحدة يعني بتعطي الخدمة بالمجان تماما. المريض بيفد إلى مستشفى قنا العام، طبعا المريض كل الاجراءات بتتعمل له داخل المستشفى، يا اما المريض هذا المريض مغطى بالتامين الصحي فيبقى اجراءات تامين صحي، لو هو مش مغطى بالتامين الصحي بيتم اجراء قرار علاج على نفقه الدوله، برضو كله ده بيتم داخل المستشفى. فبالتالي الخدمه بتقدم بالمجان تماما، يعني ما فيش اي تكاليف ولا اي رسوم بيدفعها المريض المتلقي لهذه الخدمه. يعني محمد، يمكن قبل التسجيل مباشرة كنت يعني تتحدث معي عن الأقسام الجديدة هنا في مستشفى قنا العام، هذه الأقسام أهميتها وأهم التخصصات الجديدة التي دخلت هنا هذه المستشفى العام في محافظة قنا. طبعا احنا عندنا هنا في كوادر طبية على قدر عالي من الكفاءة، شباب أطباء اتعلموا كويس، طبعا كانوا في مستشفيات في القاهرة و في الجامعات اللي هي الجامعات المصرية العريقة، فطبعا الشباب دول لما رجعوا مستشفى قنا العام هم من أبناء قنا، فكان ليهم دور عظيم طبعا أنه عايزين يفيدوا مرضى محافظة قنا من اللي تعلموه. فعلى سبيل المثال عندي في داخل قسم العظام في كوادر طبية
كفاءة عالية. طبعا اشتغلوا في حالات تشوهات العظام والعيوب الخلقية في العظام، فبدأنا بالفعل كده عندنا عيادة خارجية تمام لفحص هذه الحالات، وبعد كده بيتم تحضير هذه الحالات واجراء الجراحات ليها. وطبعا اشتغلنا لغايه الان عدد كبير من هذه العمليات طبعا بفضل هؤلاء الشباب الاطباء اللي هم اتعلموا برضه في التخصص اللي هو الدقيق، اللي طبعا ده ما كانش موجود قبل كده في مستشفى قنا العام. يا دكتور، يمكن وحدة جراحة المناظير اللي نتواجد فيها الآن هي يعني ليست لخدمة المرضى فقط، ولكن هي يعني بيتم هنا عقد ورش عمل لتدريب الأطباء هنا في محافظة قنا على هذه الجراحات، جراحات المناظير. كحدثني عن أهمية ورش العمل ودور ورش العمل هنا لثقل مهارة الأطباء هنا في محافظة قنا. طبعا هذا الأمر مهم جدا، لان طبعا مطلوب ان انت يعني الكوادر الطبيه اللي عندك التدريب الطبي المستمر، فوحده المناظير شجعت لذلك. طبعا من منذ بدايه العمل بالوحده ملحق بالوحده مركز تدريب للمناظير، وعملنا اكثر من ورشه عمل، وهذه ورش العمل طبعا استعنا باساتذه في تخصص المناظير من الجامعات المصريه المختلفه في اكثر من تخصص، يعني الجراحه العامه في النساء، فطبعا لتبادل الخبرات والاستفاده من خبرات يعني اساتذتنا الكبار، فده كله ده بيعود بالنفع في يعني بيستفيد الاطباء وبيعود بالنفع على المريض القنائي في الاخر يعني. شكرا جزيلا دكتور محمد على كل هذه التفاصيل. إذن أعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاؤنا مع الدكتور محمد الديم مدير مستشفى قنا العام حول أهمية مركز ووحدة جراحة المناظير العامة هنا في مستشفى قنا العام لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة قنا وأبناء محافظة جنوب الصعيد بشكل عام. وعودة بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لزملائي في الاستوديو.